في حواري هذا الأسبوع نلتقي مع شخصية علمية وفد إلينا من الجنوب التونسي لنحاوره حول كتابه الصادر عن دار الهادي والذي يحمل عنوان الإنسان من عصر التضليل إلى زمان القيام. ادعت الكنيسة الأوروبية أن الكون غير مخلوق، وانطلقت المسيرة الفكرية للغرب إلى أن تحطمت الكنيسة مع رؤيتها. انطلقت من رؤية كونية خاطئة. أنا عندك رأي أنا أعرفه تماما، أن الكنيسة الفرنسية أو الثورة الفرنسية، أن الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية ضد جيد. ضد الله. كيف وصلت هذه الثورة ضد الله حتى يعني على بينة، حتى نكون على بينة. الرؤية الكونية للكنيسة في القرون الوسطى كانت خاطئة، كانت الكنيسة تدعي أن الكون غير مخلوق. رؤية موجودة. والواقع يا سيدي، الواقع بالرغم من مجيء كيبلر وهو عالم فيزياء في القرن السادس عشر أو السابع عشر، الذي قال ببساطة عندنا الدليل على خلق الكون. ما هو الدليل؟ قال الدليل هو بسيط جدا، ظلام الليل يدل على خلق الكون. عظيم. كيف ظلام الليل يدل على خلق الكون؟ لأن لو كان الكون لا متناهي، يعني لا نهاية له، هذا يدل على أن الشموس كذلك لا نهاية لها. وإذا الشموس لا نهاية لها، فهذا يدل على أن الضوء لا نهاية له. الطاقة الضوئية يجب أن تكون لا نهاية لها. وعندئذ السؤال سوف يكون: لماذا النهار شاحب؟ عظيم. سؤال منطقي يعني. منطقي. بالرغم من هذا السؤال المنطقي والدليل المنطقي على وجود الله سبحانه وتعالى وخلق الكون، يعني واصلت الكنيسة الأوروبية مسيرتها وواجهت العلماء من أمثال كوبرنيك وغاليلي وأحرقت وأسجنت العلماء، ومكنت بذلك إلى العصرنة تبدأ مسيرتها الخرابية للأخلاق، والتي العصرنة يعني، والتي نعلم جميعا أن مفكر العصرنة ومؤسس العصرنة هو اليهودي باروك سبينوزا. هذيان باروك سبينوزا يعني تبنته الثورة الفرنسية وجعلت منه دين، أوغست كونت، في بداية القرن. مع أنه تسجل له نقطة محمودة يعني عندما انتقد ما يقوم به اليهود ومن بعض الخزعبلات والشعوذات. تحت الفصل الخامس، كمان أنا يعني أقول قراءة سريعة كان الكتاب، فتحت الفصل الخامس في الاتجاه المرصود بسؤال: كيف يمكن العثور على النقاء الذي قال به نيوتن؟ نيوتن هذا العالم العبقري الذي عاصر سبينوزا، والذي عاش نيوتن عاش 85 سنة، بينما عاش سبينوزا 40 أو 45 سنة فقط. نيوتن ترك لنا معناها كثير من الأشياء، تجليات الإنسانية، كثير من الأشياء في العلم الفيزياء، جاذبية الأرض، وترك لنا كذلك أفكار وآراء فلسفية. وسبينوزا ما عنده شيء. سبينوزا هذا مهرطق يهودي نبذ من اليهود في هولندا وأطرد، وكانت اليهود تقول أنه رجل قلبه أسود، أحسب بعدما فضح بعض المسائل التي تتعلق باليهود، لأنه نبذ التوراة ونبذ الدين ونبذ الله سبحانه وتعالى. ولكن استبنته الثورة الفرنسية وتبناه فولتير. فولتير الذي كتب كتيب ضد محمد صلى الله عليه وسلم وسماه محمد أو التعصب. كلمة التعصب مطروحة اليوم، ليست بجديدة. فولتير هو الذي أطلقها، تعصب المسلمين. يعني نيوتن هذا العبقري الذي عاش 85 سنة وعاش مع فولتير لما يقرب 40 سنة، أطلق نداء نختصره، قال أولا أن
المسيحية مشوهة، وأشار للذي شوه المسيحية، قال شوهها أتناز، أتناز في القرن الثالث أو الرابع، وقال أنه ينبغي النكوص إلى الوراء للعثور على الدين، الدين الخالص، الدين الغير المشوه. صحيح. وكان يقول أن الدين الصحيح هو دين نوح عليه السلام، كان دين نوح صحيح كان يقول. والذي جرى هو أن في مسيرتهم الفكرية الغربيين لم يستمعوا، لم ينتبهوا، ولم يهتموا بنداء نيوتن، فجرى ما جرى، وكان من المفروض أن ينتبهوا لهذا النداء ويروحوا نحو الدين الصحيح. طيب. وعوض ذلك، عوض ذلك خيروا الاستماع لهذيان سبينوزا، هذا الهذيان الذي وضع كالذي تمكنوا من وضعه كفكر علمي عن طريق فولتير وديدرو وغيرهم، نقت من عدة ملاحظات نلاحظها من حولنا سواء في الغرب أو في الدول العربية أو الإسلامية بصفة عامة، ملاحظات كانت ولا زالت تؤلمنا إلى حد بعيد جدا. أولا، ملاحظة الفراغ لمفهوم الحياة عند الغربيين عامة، والتي أنتجت التدهور، التقهقر الأخلاقي الشنيع الذي يكاد يغرق الجميع بما فيه العالم الإسلامي. وثانيا، ملاحظة الرؤى الغير الصحيحة أو الغير الدقيقة عند الآخرين لمفهوم الحياة كذلك بما في ذلك المسلمين. هذه الرؤى الغير الدقيقة والغير الصحيحة أنتجت من بين ما أنتجت الحروب التي تندلع هنا وهناك، أنتجت الهوان بصفة عامة والذل، أنتجت الفقر والتبعية المخزية المؤلمة. ونحن من ناحية يعلمنا القرآن أننا خير أمة أخرجت للناس، ومن ناحية أخرى نرى أن أمريكا تأتي لنا وتدخل أراضينا وتقول لنا نريد إصلاحكم. هل هناك خزي أكبر من هذا؟ وأي إصلاح تريد أمريكا يا أخي؟ بالمفهوم القرآني هناك نوعان من الإصلاح. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، لا يشعرون، لا يشعرون. يعني هذا ماذا يعني يا سيدي؟ يعني أن الإصلاح الأمريكي هو إفساد لا شعوري. من ناحية أخرى نقول أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، وهذه مقولة صحيحة. ممارسات أمريكا الحالية في أراضينا، في أراضي الإسلام، في أوطاننا، في أوطاننا، وممارسات أمريكا منذ بدايتها، منذ انطلاقتها كدولة، المذابح، مذابح الهنود الحمر، ملايين الهنود الحمر تشهد على ذلك، ووضع أمريكا اللاتينية الذي يعج بالدكتوريات يشهد على ذلك. فهل يعقل يا سيدي أن نضع بين أيدي الشيطان الأكبر مستقبلنا ومستقبل أبنائنا ومستقبل بلداننا ومصيرنا وإسلامنا؟ وملاحظة بسيطة حول إصلاح الأمريكي، تدعي أنها تريد أن تضع لنا ديمقراطية وتعطينا الحرية، وهذا في الواقع اعتراف من طرف أمريكا أن ليست لنا حرية حاليا وليست لنا ديمقراطية. لا أو نعم، متفائل إن شاء الله بوضع الأمة العربية والأمة الإسلامية على الصعيد النهضوي سيدي، رغم ما تفعله أمريكا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحرب الأهلية في لبنان ماذا كانت نتيجتها؟
انتصارات نشهدها اليوم ونحن في بداية الانتصارات. لعل ذلك ينسحب على باقي الأقصى. ونحن كتبنا قبل 18 سنة أن لبنان تعتبر المخبر ليس فقط للعالم الإسلامي بل للإنسانية جمعا. عظيم. ونحن مطمئنون كل الاطمئنان المستقبل الإسلامي.